يسعدنا طبعا المشاركه. يعني طبعا وزاره البيئه هي الاساس في هذا الوضع، لكن اللجنه العليا وجه بيها فخامه الرئيس برئاسه كمان دوله رئيس الوزراء، وزاره الشباب والرياضه جزء منها، كمان شباب الوزاره في الحقيقه قدروا ان هم يكونوا مع الشباب المعنيين في الامم المتحده للكوي، وهو المؤتمر الشبابي الذي يسبق المؤتمر مشاركتنا فيه مع وزارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية. أكيد لازم يبقى في فعاليات مبكرة يعني داخلية علشان التنويه والترويج لهذا الملتقى. أكيد إحنا مع هيئة الرقابة المالية بدعم هيئة الرقابة المالية لما يكون في ماراثون تحت مسمى الماراثون الأخضر وفعاليات مصاحبة، ده شيء مهم جدا إن نخرج وننوه عن هذا الحدث. فكرة معالي الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي الحقيقة هو دايما بيؤكد على هذا الموضوع، الرياضيين ليهم مساهمات كبيرة جدا على مستوى الدولة المصرية، والدولة المصرية يعني يجب أن تهتم بيهم وتوفر لهم الرعاية الصحية المطلوبة والرعاية الاجتماعية. فأعتقد كانت فكرة معالي الوزير إنه محتاجين إن إحنا يبقى في تأمين من نوع ما، ليس فقط الرياضيين الحاليين ولكن حتى المتقاعدين، لأن أعتقد أدوا للبلد كتير جدا. وأعتقد في ترتيب هيتم مع الاتحاد المصري للتأمين الأستاذ علاء الزهيري بالمجموعة بتاعته مع المساعدين للسيد الوزير، بيبقى فيه بس نشوف إيه التصور بخصوص يبقى فيه تغطية تأمينية شاملة للرياضيين سواء المتقاعدين أو اللي هم حاليا بيمارسوا هذا الرياضة، لأن أعتقد ده حقهم على الدولة المصرية. احنا الحقيقة زي ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي، احنا حريصين ان يكون عندنا ماراثون سنوي، وبدأنا الكلام ده الحقيقة يمكن وقفنا في السنة اللي كان فيها مشكلة كورونا، ولكن استمرينا وابتدينا نرجع تاني للماراثون بتاعنا. الماراثون هيكون يوم السبت 2/7 مركز شباب الجزيرة، يبدأ من الساعة 6:30 وتستمر الفعاليات بتاعته حتى منتصف اليوم، وهيكون الحقيقة عندنا أكتر من 2000 متسابق في هذا الماراثون. احنا السنة دي اخترنا شعار للماراثون الماراثون الأخضر، نجري معا نحو صحة أفضل وبيئة مستدامة. الحقيقة القطاع التأمين المصري بيهتم دايما بالفعاليات اللي بتقوم بها الدولة المصرية. الدولة المصرية مشكورة تستضيف هذا العام مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في نوفمبر 2011، واحنا في نوفمبر شهر 11، وقررنا احنا قطاع تأمين ان كلنا دور فعال.